الأول والثالث. طيب السؤال، نبدأ بسؤال ثالث لسبب بسيط. أنا اخترت، أنا مستقل في الرباط منذ أن كنت طالبا، وأنا قريت في الرباط وساكن في الرباط وعايش في الرباط، ووليت رباطي مواطن مغربي، كنحس براسي أنني رباطي مثلما أنني كنحس براسي أنني ريفي، مواطن مغربي تو سامبلون. طيب القضية الثانية تكلمت عليها ديال المعارضة، خلينا نعترف لك بواحد المسألة. الحقيقة الإمكانيات اللي عند المعارضة إمكانيات قليلة جدا، إمكانيات قليلة جدا. الدستور أناط بالمعارضة أدوار على درجة كبيرة من الأهمية. الفصل 10 من الدستور تعطي اختصاصات وتعطي إمكانيات كبيرة للمعارضة، ولكن في غياب الإمكانيات المادية وفي غياب الأطر اللي في غياب الخبرة التقنية وفي غياب الخبرات والكفاءات كيف ما كاين في الديمقراطيات العريقة، لا تتوقع من المعارضة أنه يكون عندها شيء أداء متقدم ولا في المستوى ديال التطلعات، مستوى ديال تطلعات الشباب. وإلى ذلك الضعف ديال المعارضة جاي أحد الأسباب، ماشي كل الأسباب، أحد الأسباب من ضعف الإمكانيات التي هي بحوزتها. لماذا؟ وعلى ذكر تشحش في منطقة الريف. لا أنا لست مقيما بالريف. أنا والدي الله يرحمه توفى، والريف كنمشي نزور العائلة مرة. أنا مستقر في مدينة الرباط منذ أن كنت طالبا، وهذا هو الخيار. طيب ما بقاش الكثير.